توقع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن تصاعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل، بينما تواصل موسكو حملتها للسيطرة على شرقي البلاد. وقال زيلنسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو مساء أمس الأحد: علينا أن نتوقع أن تكثف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع، ونحن مستعدون وجاهزون. وأذكر أن أوكرانيا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد 4 أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير شباط، وقد أوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بأن تحصل أوكرانيا على وضع مرشح. وفي تقييم للوضع، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية أمس الأحد من أن الحرب قد تستمر سنوات، حاضنا الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.